سونال، انت منيحة؟ بنتي هي كتير منيحة ورح تتزوج كمان، لهيك صايرة عم تشرط صح؟ سونال، اللي عم تحكيه مرت عمي كان ده صح ولا لا؟ شو حكي لي؟ في شي عم يزعجك؟ كل شي رح يكون تمام، أنا متأكدة. بسرعة شوي مدام، رح نقلق بالعجقة هلأ، لسه عندي طلب، بدي نزل بضاعة وامشي، استعجل شوي. يلا جاية. احكي لي سونال، شو المشكلة؟ يلا هلأ بتجي. بدي احكي معك بالشغلة. ايه قولي. فهمنا بقى، صرعتنا حاجة زمير. يلا جاية اخي. انا رايحة بس رح اتصل فيكي وقت خلص ترتيبات. ايه هذا السائق عم يزعجني كتير. ماشي. ايه استنى اخي، طول بالك هلأ جاي. شوفي رح احكي معك. ايه كل الأمور تمام. يلا خلصونا. تفضل أخي. شبك؟ شو هاد؟ ليش هيك عامل المكان وكأنه شقة بسيطة؟ هذا المنظر ما بدي شوفه يومياً أبداً، فهمتي؟ أنا عندي حل مشكلتك، لا تأكل هم. منيح؟ وهيك؟ ما رح تقدر تشوف غرفتي؟ وقفي، اوعك تقربي على هاد حتى، لأنه هاد كتير غالي ومستورد، إذا بينكسر رح يكون صعب عليك تعوضي طول حياتك. ما سمعتيني شو قلت؟ شبك؟ فهميني شو بدك تعملي؟ اطمن، بعرفك بتحب هاي الشغلات، لهيك حطيته على التخت، هون بأمان، صح؟ وكمان هاي الأضوية تبعكن كتير غالية وما بتهمني. شو اللي عملتيه؟ انتي مفكرة فيكي تعملي اللي بدك اياه؟ ايه شايف؟ نحن البسيطين هي هي قدرتنا، لهيك ما منندم ومنعيش مرتاحين، وكمان هذا الضو بيوفر كتير وبيساعدني لو وفر مصاري. جهز لي السيارة فورا، تأخرت على الاجتماع. بتمنى لك التوفيق بالاجتماع حبيبي. ظاهر انك نسيت انه انا صاحبة هذا البيت، انا لهيك عمل مثل ما عم قلك وبلا ما تحكي شي ابدا، فهمت؟ مدام انا بعرف انك المالكة، بس اذا المدير بيعرف شو؟ شو بصير؟ انا ما بكون بس صاحبة هالبيت، أنا كمان بكون أمه لمديرك، طول ما أنا هون ما حدا بيقدر يطردك من الشغل، لهيك عليك تنفذ شو ما بقلك. خد هذا السكر حطه بخزان السيارة بسرعة، ولا تنسى
تنفس دواليب السيارة. يلا. حاضر مدام. بسرعة. استعجل. اسمعني، ما حدا رح يعرف باللي صار. الممولين الجداد رح يحضروا الاجتماع. راكيش استقبلهم، أنا رح أوصل بعد شوي. أفرا بسرعة، وين السائق؟ وانتي شو عم تعملي هون؟ تخيل هالسيارة ما عم تشتغل والتانية دواليبة منفسين. بعدت السائق يجيب ميكانيكي لهون على السريع، ولازم روح على بيت العمي أنه ضروري. عم فكر أنه أطلب سيارة إجرة لهون. شو هالحكي؟ في عنا 4 سيارات. أفرا خبر السائق التاني يجيب سيارة تانية. أستاذ وحدة منهم مع المدام شويت لانا والمدام شروتي، والتانية مشغولة. أفرا روح بسرعة جيب لي سيارة إجرة لهون. في عنا 4 سيارات قيمتهم أكتر من قيمة 4 شقق. صحيح، بس وقت صاحب البيت بيحتاجهم ما بيلاقي ولا وحدة منهم. هلأ لبين ما تجي التاكسي رح أتأخر. شو هالحظ. مرحبا عمي راتان، أنا رح أتأخر شوي. خبر أم فيري سخن الأكل. خالتي شو القصة؟ بتحبي وصلك؟ مو معقول، ليش اليوم بالذات؟ مهيك؟ اعملي معروف ووصلي شوري على المطعم. ليكي في سيارتين مشغولين، ولسه في سيارتين تعطلوا فجأة على غير العادة. وعنده اجتماع مهم لو سمحتي. ايه؟ لا شكرا، أنا بدبر حالي عادي. بعدين حلو كتير هالموتور، حظه سيء. حامل كنتك عن جد رائع. خلاص ما في داعي، ما بدي. عن إذنك خالي. استني، أنت ما أنك طبيعي. شو ما عندك مانع تتأخر عن اجتماع مهم، بس المهم ما تطلب مساعدة من مهك؟ ماما قراري نهائي لأني ما رح أركب بالمقعد الوراني. موافق، هذا يوم حظك يا مهك شارما. بس انزلي أنا بسوق. سيد كنا، إذا بتحب وصلك أنا معناته أحكي معي بتهذيب. بدك تقول لو سمحتي. تانيا والأهم، هذا الموتور تبعي، ما حدا غيري بسوقه، وأنا ما رح أركب بالمقعد الخلفي بس لأني مرة. اسمعيني، شو انتي جنيتي يعني؟ انتي مفكرة اني رح اقعد ورا وحدة مثلك؟ خالتي انا رايحة. مهيك استني استني شوي. بالمسند الخلفي لتهدي حالك، لا تستغل الحفر لتتمسك فيني. لا تسمعيني صوتك وامشي لأني تأخرت.
حاسس كأني بجولة بشي حديقة مسلية بيتسلوا فيها الأولاد وبيلعبوا مع بعضهم. لك بيعي هاد واشتري دراجة، صدقيني رح تلبق لك أكتر. شوف نصيحة، انت لازم تبيع سياراتك الأربعة وتشتري هذا الموتور على القليلة، وانت عليه رح توصل على مواعيدك بسرعة. اطلعي قدامك، اتمسك بالمسند الخلفي. شو حلو الجو. استاذ لو سمحت اشتري شوية بولين، اليوم عيد الحب. ما بدي، روحي من هون، روحي. يلا استاذ، انتو كتير حلوين مع بعض، عندك زوجة حلوة كتير، اشتري لها بالون. قلتلك روحي من هون.